الحقيقة أيضا وزير الري الدكتور هاني سويلم في كلمته أسبوع المياه الأفريقي التاسع وأسبوع الأسبوع المياه السابع في مصر، الحقيقة ده فرصة إن احنا نرى ونسمع كل ما هو جديد في تحديات المياه. خليني أرحب بمعالي الوزير الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. معالي الوزير مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ نشأت، مساء الخير على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. يعني أهم ما يشغل بال مصر في هذا المؤتمر وأهم الأمور التي سيتم مناقشتها في هذا الأسبوع ووسط تحديات جمة فيما يخص المياه ومخاوف أممية من أن تكون الحروب القادمة حروب مياه، كيف استطاع وكيف يستطيع أسبوع القاهرة للمياه أن يتناول بالبحث العلمي الدقيق ويجد حلول ومخرجات من هذه الأزمات تحت عنوان بناء مجتمعات قادرة على الصمود؟ شكرا يا أستاذ نشأت على السؤال، لأن هو ده بالضبط اللي احنا بنحاول نعمله في هذا الأسبوع. الحقيقة في البداية الأسبوع القاهرة للمياه تقريبا كده خلاص بيترفع على عرش المؤتمرات الكبيرة في مجال المياه على مستوى العالم. النهاردة كان عندنا 2000 مشاركين، عندنا تقريبا معظم دول العالم ممثلة، العديد من الحكومات، عندنا حوالي 12 وزير أجنبي كانوا موجودين النهاردة. فالمهم في الآخر إن إحنا عندنا 155 جلسة بتناقش موضوعات محددة علشان نقدر نصل إلى معرفة ونشارك المعرفة مع بعض ونصل إيه هي التكنولوجيات اللي المفروض تتطبق في الوقت الحالي لزيادة وتحسين صمود المجتمعات أمام التحديات. التحديات دي جزء منها يخص التغيرات المناخية، يعني زيادة الحرارة هنتعامل معها إزاي، التغير في إنتاجية المحاصيل نتيجة لتحرك الموسم وطول فترة الصيف وقصر الشتاء أو العكس، درجات الحرارة الإكستريم سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، كل ده له تأثير في مجال المياه والزراعة، وهو دي الحاجات أو الموضوعات اللي بيتم مناقشتها على مدار الأسبوع. وكمان الصمود مش بس تجاه التحديات زي التغيرات المناخية، لا، الصمود كمان ضد أي تأثير ممكن يحدث في أعالي نهر النيل من تصرفات أحادية تؤثر على مصر، إزاي مجتمعاتنا تكون صامدة أمام أي تحديات بتواجهنا. معالي الوزير، يعني وإحنا بنتكلم عن المية، مصر بلد شح مائي أو فقر مائي، عايزين برضو طمنا على المية وطمنا على يعني هذه الأبحاث، لأنه القاهرة وهذا المؤتمر تربى على عرش المؤتمرات، فبالتالي لدينا حلول مبتكرة زي ما حضرتك تفضلت. طمنا على ثروتنا المائية في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها العالم وخاصة القارة الأفريقية. ده حقيقي، والنهاردة جزء كبير احنا مش بس متلقين للمعرفة ولكن احنا كمان بنصدر المعرفة. بمعنى يمكن انا انتهيت من اجتماع يعني حالا مع احد الوفود الأجنبية اللي بتزور مصر، كان كل طلبهم مننا يتعرفوا على تجربة مصر في العشر سنوات السابقة في مجال إعادة استخدام المياه. النهاردة حضرتك احنا تقريبا اكبر دولة بتعيد استخدام مياه، احنا كنا لغاية من سنتين كنا بنعيد استخدام 21 مليار، النهاردة في خلال السنتين القادمتين هنتكلم على نقفز الى 26 مليار متر مكعب اعادة استخدام لمياه الصرف الزراعي. فاحنا الحقيقة في هذا المجال لدينا المعرفة والخبرة الكافية اللي نقدر نساعد بها دول اخرى. ده حصل في السنوات السابقة بإضافة 3 محطات هي الأكبر في العالم، محطة المحسمة 1 مليون متر مكعب في اليوم، محطة بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة الدلتا الجديدة 7.5 مليون متر مكعب إعادة استخدام مية نظيفة صالحة لإعادة الاستخدام في مجال الزراعة. الحقيقة ده بيقول إن مصر بذلت مجهودات كبيرة. لو خدنا العشر سنوات السابقة وكل التطور اللي حصل في مجال المياه والاستثمار اللي تخطى 400 مليار جنيه في العشر سنوات السابقة، كل دي إجراءات قامت بيها الدولة المصرية، وكل دي خبرات اكتسبها فريق المياه في وزارة الموارد المائية والري ومهندسينا اللي النهاردة بنعرض التجارب دي
وبنفيد دول اخرى، وعلى النقيض على الجانب الاخر بنستفيد من خبرات الدول الاخرى زي مجال التحليه، مجال التحليه في الزراعه ده احد المجالات اللي احنا بنفكر نحط البذره بتاعته عشان يطرح بعد 10 سنين من النهارده او 5 سنين من النهارده ازاي العالم هيتحرك في التحليه للزراعه، مش فقط تحليه للشرب، ولكن هي دي التطور الجديد اللي احنا بنناقشه النهارده. مع الوزير كان في بيان صدر يعني مؤخرا عن الهيئه الفنيه الدائمه المشتركه لمياه النيل، لو امكن تعليق سيادتك عليه. وشوف حضرتك موقف مصر وموقف الدوله المصريه واضح وضوح الشمس. احنا اي تحرك احادي لن نعترف به. اي تحرك يخالف القانون الدولي للمياه العابره للحدود لن نعترف به ولن نوافق عليه. وبالتالي الانقسام اللي بيحدث في حوض نهر النيل الحقيقه بيخلي الموقف صعب على الدول كلها. النهارده بقى عندنا ثلاثه كوميشنز او مؤسسات موجوده في حوض نهر النيل، عندنا ليك فيكتوريا او بحيره فيكتوريا في كوميشن او لجنه مسؤوله عنها. النهارده دول الابستريم او المنبع ست دول بتتبنى الاتفاقيه الاطاريه لحوض النيل. النهارده عندنا مصر والسودان عندهم من سنه 59 اتفاقيه وعندهم لجنه مشتركه او هيئه مشتركه هي الهيئه المصريه السودانيه. فالحقيقه انقسم حوض النيل الى ثلاث هيئات، وخلينا اكون امين مع حضرتك ولا واحده فيهم بتمثل حوض النيل بشكل عام. فاحنا بنقول احنا لا نعترف باي اتفاقيات او اي هيئه يتم تاسيسها لا تتبع قواعد القانون الدولي ولا تتبع الاخطار المسبق لاي مشروعات ستتم في المستقبل، وان احنا كمان رافضين لاي اجراءات احاديه بتتم، ولازم يكون في اجراءات لفض النزاع ومتعارف عليها. والحاله الاتفاقيه الاطاريه دي تم بدايه توقيعها في حوض النيل بدون موافقه من مصر، واحنا لا نعترف بيها. مصر هي اللي اسست مبادره حوض النيل، لان احنا كنا نرغب في تجميع جميع الدول اللي موجوده في حوض النيل ال 11 دوله ان هم يبقوا على قلب رجل واحد ويتم التخطيط للمشروعات في المستقبل بالاتفاق ما بين ال 11 دوله مع بعض بما لا يؤثر على المياه القادمه لمصر، وفي نفس الوقت نساعد في تنميه دول اعالي النيل او دول المنبع. ده الحقيقه كانت نيتنا. النهارده انحرف المسار واتجه الى تكتل للمنبع وتكتل للمصب، والحقيقه ده مش في مصلحه حد، لان احنا طالبنا كل المؤسسات الدوليه بوقف اي تمويل عن هذا الاجراء الاحادي، وده كان موقفنا، وده تقريبا كان محتوى البيان اللي صدر عن الهيئه المشتركه لمياه النيل ما بين مصر والسودان. انا بشكرك جدا معالي وزير الموارد المائيه والري الدكتور هاني سويلم، واتمنى لاسبوع القاهره للمياه كل التوفيق لكي يستمر متربعنا على عرش المؤتمرات الخاصه بالمياه في العالم. الحقيقه يعني